ميدان التحدي لسباقات الهجنة العربية الأصيلة في هذا اليوم الأحد الموافق 11 من شهر مارس لعام 2018 ينطلق على بركة الله منافسات وتحديات سن الثنايا الخاصة لأصحاب السمو الشيوخ والسعادة من مسافة 8 كيلومترات وشوطنا الخامس يسير الخاص للإبكار وجائزة هذا الشوط نيسان بترول ستيشن تنتظر الفائز بالمركز الأول نسير مباشرة لنتابع مشاهدي الأعزاء في أول المراكز مع هذا الاندفاع وأول التحديات تقدير لهجنة الشحانية والمضمر سالم بن فران المر يتواجد على أول المراكز يليها مباشرة لبرقة لهجنة الشحانية أيضا يتواجد الذهبي سالم بن فران المري في ثاني المراكز وعلى ثالث المراكز وثالث الانطلاقات تصل في هذه اللحظات الورقة لهجنة الشحانية والمضمر جابر بن سالم بن فران المري شبل المضمرين يتواجد على مستوى ثالث المراكز المركز الرابع نتابع القادمة في هذه اللحظات وفي هذه التقدم نتابع هذا الاسم المميز الذي يتواجد على رابع المراكز من خلال شعار هجنة الشحانية مع انطلاقة مشاهدينا الكرام مدركة والشبل جابر بن سالم بن فران المري بينما المركز الخامس وصلت في هذه اللحظات مشاهدينا الأعزاء على مستوى خامس المراكز وخامس الانطلاقات مشاهدي الأعزاء تحمل الرقم 5 وهي مشاهدي الأعزاء هجر لهجنة الشحانية والمضمر سالم بن فران المري ولكن ينخطف في هذه اللحظات من قبل غاية لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء لمراكزنا الخمس الأولى ضمن هذه المنافسات المميزة والتحديات الجميلة مع سن الكبار والرقص مع الكبار في مسافة 8 كيلومترات نعود إلى الصدارة نعود إلى المركز الأول يا السلام يا المقدمة تقدير لهجنة الشحانية بمتابعة الذهبي سالم بن فران المري يتواجد على أول المراكز المركز الثاني وصلت لبرقة لهجنة الشحانية وتواجد الذهبي سالم بن فران المري بينما المركز الثالث نتابع من خلال هذا التقدم وتواجد حربة مشاهدي الأعزاء وهنا الورقة لهجن الشحانية بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فران المري بينما مدركة في رابع المراكز بنفس الشعار وبنفس المضمر هجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري بينما خامس المراكز نتابع الاسم القادم في هذه اللحظة وصل شعار هجنة الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فران المري هذه النتيجة مشاهدينا الكرام هذه النتيجة للمراكز الخمس الأولى ونذهب مباشرة إلى الصدارة حيث نتابع المقدمة والمركز الأول تقدير لهجنة الشحانية وتواجد الذهبي سالم بن فران المري في عمق المنافسة والتحدي مع تقدير هذه تقدير نتابعها في الكادر الأعلى تحتل المركز الأول وأيضا لبرقة في ثاني المراكز بشعار هجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري وعلى ثالث المراكز وصلت الورقة الله يا الورقة القادمة مع ثالث المراكز لهجنة الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري بينما رابع المراكز وصلت مدركة لهجنة الشحانية بتواجد الشبل جابر بن سالم بن فران المري وعلى خامس المراكز نرى ونتابع القادمة مشاهدي الأعزاء على مستوى المركز الخامس القادمة في هذا التحدي العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود آل ثاني وهنا أيضا مشاهدي الأعزاء همس بدأت تتدخل إلى المركز الخامس بشعار هجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري هذه النتيجة مشاهدي الأعزاء على المراكز الخمسة الأولى في منافسات الكبار
مع هذا اليوم الخاص لأصحاب السمو الشيوخ السعادة، شعارات هجن الشحنية الحاضرة بكل قوة وإثارة هنا في هذا التحدي، ونسير مباشرة مع انتصاف المسافة. 4 كيلومترات انقضت من عمر هذا الشوط، يتبقى 4 كيلومترات أخرى عن المنافسة المثيرة. نتابع الصدارة، نتابع المركز الأول. تقدير لا زالت تقود هذه الأسماء بانطلاقها المميز وبأدائها الرائع بشعار هجن الشحانية، والمضمر سالم بن فران المر يقدم لنا تقدير على المركز الأول، وكذلك الورقة أو هنا نعم مشاهدي الأعزاء مع ثاني المراكز. الأبرقة في ثاني المراكز لهجنة الشحانية بتواجد الذهبي سالم بن فران. المري يندفع مشاهدينا الأعزاء مع تقدير، والأبرقة في المركز الأول والثاني، بينما المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات الورقة. الورقة تحتل المركز الثالث لهجنة الشحانية، والشبل جابر بن سالم بن فران. المري يقدم لنا الورقة في ثالث المراكز، وكذلك يقدم مدركة في رابع المراكز. المركز الخامس، يا سلام، بدأ الدخول من قبل همس لهجنة الشحانية بتواجد شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري، ولكن نتابع تسلل من قبل العنود لسعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن آل ثاني، اللي غير مباشرة وخطف خامس المراكز. هذه النتيجة مشاهدينا الأعزاء لتحديات ومنافسات هذا الشوط، ونعود مباشرة إلى الأمور حتى هذه اللحظات مع مشاهدينا الكرام. تقدير، هذه تقدير مشاهدي الأعزاء، تحتل المركز الأول، ولكن الأبرقة غيرت مباشرة وخطفت الصدارة من تقدير لهجنة الشحانية، والمضمر سالم بن فران المري يتابع الأبرقة، ويتابع أيضا مشاهدي الأعزاء تقدير في ثاني المراكز، بينما المركز الثالث نتابع الهجوم المكثف مشاهدينا الأعزاء من قبل الورقة لهجنة الشحانية القادمة مع ثالث المراكز، بينما المركز الرابع نتابع مشاهدي الأعزاء مدركة لهجنة الشحانية بمتابعة شبل المضمرين جابر بن سالم بن فران المري. الشبل يتواجد على مستوى المركز الثالث والرابع، بينما العنود في خامس المراكز. العنود بدأت تتدخل وتنطلق في هذه اللحظات بشعار سعادة الشيخ عبد الرحمن بن جاسم بن عبد الرحمن بن سعود آل ثاني، ولكن وصلت غايتها الفوز والناموس في هذا الشوط لهجنة الشحانية بمتابعة المشاغب محمد بن خالد بن عبد الله العطية. هذه المراكز الخمس الأولى، هذه التحديات المميزة التي نتابعها من خلال هذا النقل الحي والمباشر عبر قناة الريان الفضائية، الناقلة لكم تحديات ميدان الشحانية في هذا المهرجان، مهرجان الأمير الوالد. نعود مع لائحة 2 كيلومترات، 2 كيلومترات يا مضمرين يا متابعين عن خط النهاية وعن الفوز والناموس بالسيارة. نتابع المركز الأول، الله يا الأبرقة على الصدارة، الأبرقة تقود هذه الأسماء بالانطلاق الرائع لهجن الشحانية والمضمر سالم بن فران المري، بينما ثالث المراكز وصل التقدير لهجن الشحانية القادمة مع ثاني المراكز بتواجد الذهبي سالم بن فران المري، بينما المركز الثالث مدركة تتقدم في هذه اللحظات بشعار هجن الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري، والقادمة في رابع المراكز الورقة لهجن الشحانية بمتابعة المضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري. وصلت في هذه اللحظات غاية في خامس المراكز لهجن الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله.
العطية. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام، ونعود مباشرة إلى الصدارة، إلى لبرقة على المركز الأول. الله يا لبرقة، لبرقة مشاهدينا الأعزاء مع لائحة 1200 عن خط النهاية، 1200 عن الناموس عن السيارة. هذه مشاهدينا الأعزاء لبرقة، لبرقة مشاهدي الأعزاء تترقب أوامر الذهبي سالم فر المري مع لائحة الكيلو المتر الأخير. الله يا لبرقة على الصدارة، ولكن وصلت مدركة، مدركة مشاهدينا الأعزاء لهجنة الشحانية والقادمة في هذه اللحظات الورقة. وهنا أيضا غاية، وصل العطية بشعار هجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله. العطية بدأت تحلو المنافسة والتحديات الجميلة، ولكن الصدارة والمقدمة لبرقة، لبرقة مع الصدارة. لبرقة مشاهدين الأعزاء تنطلق في أول المراكز بهذا الإبداع المميز، بتواجد الذهبي سالم بن فران المري بشعار هجنة الشحانية، الشعار الأدعم المدعم بالسبق وبالأصايل. هنا مشاهدين الأعزاء نتابع لبرقة على الصدارة، ولكن الله يا مدركة، مدركة مع الشبل جابر بن سالم بن فران المري، وغاية خطيرة في هذا الشوط. الله يا غاية لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن مدركة على الصدارة، مدركة مع الشبل، الشبل مع مدركة مع الناموس المميز. هذه مشاهدينا الأعزاء مدركة تختطف هذا الناموس المميز لشعار هجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فراء المري. مشكور يا الشبل على هذا الأداء المميز مع مدركة. المركز الثاني لبرقة لهجنة الشحانية، وثالثا وصلت غاية لهجنة الشحانية. المركز الرابع جاءت في مشاهدي الكرام الورقة لهجنة الشحانية، وخامسا كان الوصول. إذن مشاهدي الأعزاء مراكزنا الخمس الأولى، تحديات الكبار، مسافة 8 كيلومترات. تابعنا شوطنا الخامس الذي حمل الإثارة والتحدي، وتابعنا منافسة مميزة ما بين شعارات أصحاب السمو الشيوخ والسعادة وفطاحلة المضمرين. حضرت في هذا الشوط مدركة لهجنة الشحانية والمضمر الشبل جابر بن سالم بن فران المري، حضر في هذا الشوط مشاهدي الأعزاء مع مدركة. وتابعنا المنافسة المميزة على أرضية ميدان الشحانية في شوط الخامس. إذن التوقيت الزمني ولحظة وصول مدركة إلى خطنها من مخرجنا العزيز علي بوشارب يوافينا بالتوقيت الزمني. إذن مشاهدي الأعزاء نتابع لحظات الإعادة، وتابعنا مشاهدين الأعزاء في هذا الشوط مدركة وتوقيت مميز 12 دقيقة 14 ثانية وتسع أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس لشبل المضمري جابر بسال بفران المري، بينما تتغاية في ثاني المراكز لهجنة الشحانية والمضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية 12 دقيقة 15 ثانية و8 أجزاء من الثانية. تهانينا وناموس. المركز الثالث وصلت في مشاهدي الأعزاء لبرقة لهجنة الشحانية والمضمر الذهبي سالم بن فران المري 12 دقيقة 15 ثانية و9 أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لجميع الفائزين.